السلام عليكم. Practical exercise number 3 suggested translations. Court attention at all cost. ألفت إليك الأنظار بأي ثمن. أكسب الأنظار بأي ثمن. اكسب لفت الأنظار اتجاهك بأي ثمن أو لا مهما كلفك الأمر. Everything is judged by its appearance. تعطى قيمة الأشياء على حساب مظهرها. يقدر كل شيء بمظهره. تقدر الأشياء بمظاهرها. تقيم الأشياء من خلال ظاهرها. يقدر الناس الأشياء انطلاقا مما تبدو عليه. أو يحكم الناس على قيمة الأشياء من خلال شكلها الخارجي. هذو قاع ترجمات ممكنة لكتعكس المعنى تاع الجملة أو لديك الفكرة. What is unseen counts for nothing. لا قيمة لما لا يرى. لا توجد قيمة لما هو مخفي. ليست هنالك قيمة لما لا يراه الناس. لا أحد يهتم بما لا يراه. Never let yourself get lost in the crowd, then, or buried in oblivion. لا تضيع نفسك وسط الجموع إطلاقا أو تدفن في مقبرة النسيان. هاد تدفن في مقبرة النسيان، هاد مقبرة النسيان أنا زدتها بتصرف باش نعطي المعنى ديال هاد buried in oblivion. لا تكون نكرة بين الناس أو تكون عرضة للنسيان. لا تجعل نفسك سهل النسيان أو نكرة وسط الحشود أبدا. Stand out. Be conspicuous at all cost. أظهر نفسك وكن بارزا بأي ثمن. أو لا أظهر نفسك وكن بارزا مهما كلفك الأمر. أبرز نفسك وكن متميزا بأي ثمن. تميز عن البقية مهما كلفك ذلك. كن مميزا عن الآخرين حتى يكتطي نفس الفكرة. Make yourself a magnet of attention by appearing larger, more colorful, more mysterious than the bland and timid masses. هذه كتبغي شوي ديال التصرف باش تعكس لنا الفكرة كاملة والمعنى ديالها. اجعل من نفسك مغناطيس للانتباه. هنا خدمت بالترجمة تاع الليتر او لا درت word for word translation مادام تقاضي لي الغرض انها تعكس الفكرة. A magnet of attention. اجعل من نفسك مغناطيس للانتباه. في الثقافة العربية كذلك لقلت مغناطيس ديال السعادة، مغناطيس للانتباه، مغناطيس للتعاسة، مفهوم اش المقصود. مغناطيس للانتباه من خلال ظهورك اكبر مما انت. خاصني واحد الفاصلة هنايا ونستغل الفرصة باش ندوي لكم العالم الترقيم. بعض المرات تيكونوا بحال بحال كي جايت هنا appealing larger خاصني ندير واحد الكامة جات هي معها مناسبة. بعض المرات لما كانش مناسبة كنتصرف علامة الترقيم على حسب القواعد ديال اللغة المستهدفة اللي بتنترجم إليها اللي عندي هنايا العربية. مما أنت أكثر حيوية، أكثر غموض من الجماهير الخجولة، timid masses. اجعل من نفسك لافت للأنظار بظهورك المميز أكثر إشراقا، هذا more colorful، أكثر غموض من الجموع الخجولة. ألفت إليك الأنظار بإظهار نفسك أكثر اختلافا وأكثر غموض لتكون بارزا وسط الآخرين أو بين الآخرين. نتمنى لكم التوفيق. next video غيكون على امتحان في الترجمة.